شنو نقول لي اخي، مبروك عليك الدرع الذهبيه، وكنتمناو ليه ان شاء الله التوفيق في المسيره ديالو. وجمال على خير، ما كتبدلو حتى حاجه كما عرفناه كما باقي. وجمال الفرا خونا اصلا، بالعكس عاد جات جمال تقرب منا مني نوصل للشهره، وهادي وجمال كيبقى خونا. يعني كتفتخر انا جمال الفرا؟ وحاجه نورمال، هادي كنفتخر ولد مدينتنا ولد حومتنا وخونا اصلا. كنقولوا لي اول حاجه انه مبروك، وانه شرف كبير لنا انه ولد مدينتي ولد بلادي والاخ ديالي، يعني من الصغار للكبار، وواحد المسيره اللي طويله. واحسن حاجه في جمال هو انه بقى في الصوره ديالو، ما تبدل ما تغير ما والو، من اطيب خلق الناس، ويستاهل هذا الشيء اللي وصل ليه، ومازال غادي يزيد بزاف، ومازال عنده بزاف اللي غادي يعطي جمال. كما كنقولوا ولد الشعب، يعني دوز بزاف ديال الحوايج، كما كنقولوا الفقر بزاف ديال الحوايج، باع بزاف ديال الحوايج، عاش معنا في الكبيره والصغيره. يعني الطفوله ديالو كانت بين عينينا، يعني الاخ ديالي يعني من الصغر، يعني كنسكن بحكم انه كيسكن حدايا وقريب ليا، وكنت سبيرة منه وش هو كذلك، يعني وعنده أفكار زوونة وعنده محتوى زوون، ويستاهل أنه وصل لهذا النيفو اللي هو فيه. والدور على أنه خدا أنه أول يوتيوبر في المغرب كيحصل على جوج دروع ذهبية، يعني ماشي جاو من الفراغ، يعني جاو من عمل وجهد. أنا اللي كنحضر بزاف ديال الحوايج، يعني وبرافو عليه وتبارك الله عليه. هذا هو اللي غادي نصور، كنفتخروا به لأنه يعني طلع بهذه المدينه، يعني واخا ما الناس المدينه اللي خصهم يديروا هذا الشيء اللي درتو نتوما دابا، يعني ما داروش، ويعني هذا شرف كبير لا ليه لا لينا لا للجينيراسيون ديالو اللي كاينه دابا اللي كبروا معاه. يعني كنقول لك يعني جمال يعني كيبقى جمال، يعني ما تغير ما تبدل، وكما كنقول لك من اطيب خلق الناس، وبرافو عليه. واش غنقول لك، يعني كيعجز الانسان على التعبير اللي غادي نقول لك على جمال. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.